هل أنت مثلية أو مثلي الجنس أو قد تفضل الجنسين؟ أو هل أنت شخص مصحح الجنس أو مزدوج الجنس باختصار من مجتمع الميم وبالتالي مهدد في بلدك؟ هل تضطهدك الدولة أو قد ترغب عائلتك في تزويجك باستخدام القوة أو تهددك بالعنف؟ هذا أحد الأسباب الذي يجعلك تحصل على حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. من الأفضل أن تجمع الأدلة في موطنك لإثبات أنك فرد من أفراد مجتمع الميم. قبل أن تذهب إلى جلسة الاستماع في ألمانيا، تأكد جيداً من التواصل مع مركز استشارات خاص بمجتمع الميم. هناك يمكنك سرد قصتك في بيئة آمنة. أخبر مكتب اللجوء قبل جلسة استماعك بأنك من أفراد مجتمع الميم. بالتالي، من المحتمل أن يقابلك شخص لديه خلفية عن موضوعك وغير متحيز. إذا كان عمرك أقل من 18 عاماً وكان والداك غير متواجدين، يمكنك التقدم بطلب اللجوء فقط مع وصي وهو ولي أمرك. هذا الشخص يأتي معك أيضاً إلى جلسة الاستماع. يجب أن يكون بالطبع شخصاً تثق به. إذا لم تجد أحداً، يمكن لمكتب رعاية الشباب أن يجد وصياً لك. تحدث عن ذلك مع المشرفين أو مكتب رعاية الشباب. من الجيد أن تحضر شخصاً معك خلال جلسة الاستماع. تستغرق جلسة الاستماع عدة ساعات وهي مرهقة إلى حد ما. لا تفعل ذلك بمفردك مهما كان عمرك. بالطبع ليس من السهل إخبار الغرباء عن حياتك كفرد من مجتمع الميم. حاول القيام بهذا على أي حال. وصف تجاربك بأكبر قدر ممكن من الدقة. لا تخترع شيئاً ولا تترك شيئاً. اشرح كل شيء بوضوح كما كان. ربما كان عليك إخفاء مشاعرك والعيش كأنك مختبئ. في هذه الحالة اشرح ذلك أيضاً واذكر الأسباب. ما الذي كان سيحدث لك لو قد قمت بالإفصاح عن هويتك الجنسية أو الجندرية؟ لا تدع مشاعرك تجاه عائلتك تمنعك من الإفصاح عما صار. إذا قامت عائلتك بتهديدك أو اضطهادك ولم تقدم الشرطة الحماية لك، فمن المهم أن تذكر ذلك بدقة. كلنا نعرف مدى الشجاعة التي يتطلبها الأمر للإفصاح عن الهوية الجنسية أو الجندرية أمام شخص غريب، وخاصة إذا كنت تقوم بهذا في مكتب حكومي. لا تقلق، لا يمكنهم طلب إظهار صورة حميمة ولا يمكنهم فحصك من قبل الطبيب لإثبات هويتك الجنسية أو الجندرية خلال جلسة الاستماع. كلا من يقوم بالمقابلة والترجمة لا يسمح لهما بالإفصاح عما تقول، لأن هذا الشخص يخضع للسرية القانونية. إذا كان هناك مشكلة، قل ذلك، حتى لو كان هذا في منتصف الجلسة. يمكنك أن تطلب شخصاً آخر للترجمة أو للقيام بالمقابلة معك. حتى لو كنت تفضل إجراء مقابلة مع رجل أو امرأة، يمكنك قول ذلك. كل ما تقوله يتم تدوينه، ولكن باللغة الألمانية. ستتم ترجمة محضر الجلسة إليك بشكل شفهي. إذا كان هناك أي خطأ أو شيء منقوص، أذكر ذلك، فيجب تصحيح هذا في المحضر، لأن ما تم تدوينه في النهاية سيقرر قبول أو رفض طلب لجوئك. قد يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى يتم الحصول على قرار بخصوص طلبك. إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك، فقد يكون ذلك أحياناً بسبب عدم اقتناعهم بأنك فرد من مجتمع الميم، أو لاعتقاد مكتب اللجوء أنك لست في خطر وشيك لو عدت إلى وطنك. يمكنك أن تعين محامية أو محامياً للقيام بالطعن في القرار، لكن يجب حدوث ذلك في غضون بضعة أيام. ربما لم تجرؤ على الحديث عن حياتك كشخص ذي هوية جنسية أو جندرية معينة أثناء جلسة الاستماع. حتى في هذه الحالة، يمكنك الاستمرار في الاستعانة بمحاميك أو بمحاميتك للطعن القضائي ضد القرار السلبي حتى بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة. في هذه الحالة أيضاً، تقوم مراكز الاستشارات الخاصة بمجتمع الميم بدعمك. كما ترى، فإن الأمر يستحق المحاربة كفرد من مجتمع الميم من أجل الحصول على حقك في اللجوء. أنت لست وحدك.